طيب هلا محاضرتنا اليوم اللي هي شابتر شابتر 3 عن النمبر 3 عن النمبر 3 كان كنا اخذنا ست ثيوري قبل هيك. هلا بناخذ النمبرز بنتعامل مع النمبرز وبنفس الطريقه اللي درسنا فيها ست ثيوري لما ندرس النمبر 3 بمعنى انه مش بس ناخذ نظريه الاعداد خصائص الاعداد بدنا نتعلم فروق بقى زي ما علمنا بالست ثيوري. هلا حنوقف في هذه الوحدة زي ما حكيت خصائص الأعداد وحنتعلم كيف نعمل ظروف ونسخة ظروف للجمل الرياضية زي مثلا مضروب عددين أو مجموع عددين زوجيات هو فردي. واحد تتكلم شو يعني جمل رياضية من نمبر ثيوري؟ بعطيكم أمثلة كاملة. مضروب عددين مجموع عددين زوجيات هو فردي. نثبت أو صحة أو خطأ. مجموع عددين زوجيات هو زوجي. مضروب عددين فرديات بيطلع فردي. وهذا ما جرى من هان شفتوا كيف بعض خصائص للاعداد. لاحظين؟ هلا هاي في عندي بتعرفوا الفلور انه لو عندي هاي مثلا لو عندي بقرب شايفين بتعرفوا هاي الاشاره؟ اللي هي هيك ها 2.3 تطلع 2 12.9 12 الناقص 1.5 ناقص 2 صح؟ كررتها اللي اقل منها. هلا لو عندي انا ريال نمبر اكس واكس ناقص اني ريال نمبر اكس عندي لو قلت انا اكس ناقص واحد بيطلع ايش؟ بيطلع الاكس اللي هو نفسه الفلور تبع الاكس مظبوط؟ صح ولا غلط؟ غلط. شو بتقولوا؟ بسرعه صح زين؟ جنب عدد الدراسة بس هيك عشان نتأكد إنه نحن صح. يلا ليه؟ جربي 4.5 ناقص 1 الفلور تبع النص 0 والفلور تبع الاكس 3 مضبوط. هاي
الخطر. طيب من هذا القبيل بدنا نصير نفحص ونثبت ليه؟ هلا اللي بدنا اللي بدنا المفاهيم اللي نركز عليها المهمة اللي هنصب تبصموا أو تعودوا على أنماط الحل الرياضي بهذه إنه في بعد فلسفي لهذه الوحدة تحديداً الدقة في التفكير والكون لما نحكي رياضيات أو برمجة أو برمجة ها؟ فلو قلنا إنك أنت بدك تعمل برنامج لا مثلاً إشي بالطيارات أو بالأجهزة الطبية تخيل إنك أنت افترضت هيك دو البرنامج كان عندك شغلي وافترضت إنه هو هاي تطلع مثلاً الفلور تبع إكس ناقص واي يساوي الفلور لو افترضت إنها هاي صح ورحت برمجت ولو شغل صغير جوا برنامجك افترضت إنه هاي صح تخيل قديش شو نتائج البرق في السيستم تبعك صح؟ يا دكتور واحد أو إذا في طيارة بتكتميات فما فيش مجال للخطأ إطلاقاً هلا كيف نعودكم على الدقة بدكم تنتبهوا من خلال هاي المحاضرة مثلاً من خلال هاي المادة بشكل عام إنه اوعى تتسرع في الصح والخطأ ولازم تتأكد به تتعود نفسك كيف تفهم ليه؟ اتفقنا؟ هذا هو سر أو فلسفة أو ليش نتعلم نمبر ثيوري مش بس عشان نعرف أو نحفظ بعض القصص خلينا ندخل في أول سيكشن ونحاول نعمل الهدف نشوف كيف نثبت بس قبل ما نثبت لازم ندخل في شوية تعريف أول تعريف اللي هو الأد والإيد شو هو الإيه شو هو الأد نمبر وشو هو الإيه نمبر يعني فرد شو يعني فرد إيه يعني ترى كيف منعرف الأد والإيه تعريف تعريفها العلمي اللي بناء عليه احنا بنقرر انه شو هو الاود وشو هو الاين نقول الانتجر ان is even if and only if ان بيساوي مجموع مضروب عددين انتجر مجموع مضروب؟ لا مجموع اثنين يعني الدبل سوري مش عددين عدد مرتين عدد مرتين ها equals twice some integer يعني ثلاث سيت ديت اثنين ضرب ثلاث سيت مرتين 15 30 20 40 فأي شيء يكون اثنين ضرب شيء يكون انت بيكون هلا بيكون قول إذا كان equals twice plus one يعني باللوجي بنقول even معناته العدد n is even if there exists an integer k في عنا there exists integer k في عنا k بيكون k اي رقم ايش انتبهوا ايش ريال لا integer k is integer وانه بيكون n هو twice k يعني 2 ضرب k وبكون قد اذا كان 2k plus 1 هلا من هذا التعريف هاي احد تعريفات القد والزمن يلا
بصيروا عفكرة تحاوليش تعرف وتجاوبني هلا بناء على بناء على معلوماتك معلوماتك السابقة. حاولي تجاوبني بناء على التعريف اللي عندك. ناقص 301 نسكت ناقص 301 اذا عندنا A و B are integers في عندي 6A تربيع ضرب B هل هو even 6A تربيع لاني باخذ 2 عامل مشترك وهذا كله بغض النظر هو بيطلع بالاخر كيف؟ مضبوط؟ فهو طيب عندي 10 A زائد 8 B زائد 1 هل هي قد؟ يعني ايوه وكاني بطلع 2 ضرب اي شيء جوا مش مهم على شو هو بس المهم انه كيف انتج زي ما هل ايفري انتجر ايذر ايفن اور اود كل رقم انتجر هو يا ايفن يا اود قلت لكم من هون طبعا مش تطلع على الرقم السابق اوكي بس نحاول هاي عباره عن خاصيه بنحاول نثبتها حسب معلوماتنا السابقه مش كل رقم حسب معلوماتنا السابقه لسه ما نقدرش نتاكد بس حسب التعريف صح ايه سوري كمان مره حسب معلوماتنا السابقه نعرف شو مش كل رقم ايفن ون لانه صفر مش لا ايفن ون كل صفر الصفر حكينا هون انه بس انه الصفر معلوماتك السابقه حسب معلوماتكم السابقه بعرف شو معلوماتكم السابقه حسب التعريف هاي بدها اثبت لسه ما بحصناش مباشره انه هل هاي دائما بتعمل بيجي ورا بعض ولا لا خلينا نحاول نثبتها بعد وهي شو هو العدد الاولي العدد المركب تعريف العدد الاولي العدد المركب انتبهوا انه انا شو كنا بنحاول نساوي احنا في هذا الشابتر في هذا السكشن في هذا السكشن اللي هو احنا بدنا نحكي عن الجروبس نتعلم الجروبس بس قبل ما اي انتروداكشن هذا السكشن انتروداكشن قبل ما نتعلم الجروبس بدنا نتعلم بعض التعريفات خاصه بالارقام فاول تعريف اخذناه الاود والايفن والتعريف الثاني البرايم والكومبوزيت نمبرز شو هو شو هو البرايم؟ بنقول ان از ا برايم ان از ا برايم اف اند اونلي اف ان اكبر من واحد او اذا اكبر من واحد يعني حتى ما يساويش واحد هو دائما البرايم بيكون اكبر من واحد فان بيكون برايم اذا كان اكبر من واحد and for all positive integers r and s وفي عندنا وفي رقمين دائما بيكون في رقمين عشرهم واحد اسمه r واحد اسمه s if n equal r ضرب s اذا بنقدر نحط n تبقى مضروب عدد الانتجر وبكون واحد منهم واحد منهم ها اظهر يساوي واحد بكون برايم فشو هو البرايم مضروب عددين واحد منهم واحد حكي لك في الاول بوزيتيف يعني جميع الاعداد بتقدرش تطلع غير ار ولا بس فور اول ما بتقدرش تطلع ايوه فيش غير مظبوط فور اول مش في سوري مظبوط كلامك انا بجوز انا ما كنتش دقيق فور اول بوزيتيف انتيتيز يعني مش انه جيب لي عددين يعني مش كل ستة ما هي ستة ضرب واحد لا بقدرش اطلع هذا العدد الا بكونش الا مضروب ايش؟
بكون ار دوت اس بكون انا واحد من ار او اس يساوي 1. هلا الان سوري الان بيكون كومبوزيت بكون مركب اذا هنقول ايه؟ ان اكبر من واحد ام ان بيساوي ار دوت اس فور سم positive integers some positive integers are n is what يعني اثنين ولا واحد منهم بيساوي واحد. خلينا نشوف جزء هاي بدي اسرع من التعريف. بنقول ان برايم شو البرايم؟ هلا ركز for all positive integers r and s يعني كل الاعداد البوزيتيف انتجرز الاعداد الموجبين اف ان بيساوي ار در اس اذا كانت ان بيساوي ار در اس معناته ار بيساوي واحد اور اس بيساوي واحد. وهون العدد المركب عشان نعرف نطلع العدد المركب اللي هو ان اللي هو ان نقول في عددين ان بوزيتيف انتجرز نحكي على بوزيتيف انتجرز ار و اس و اس ان بيساوي ار در اس ولا واحد لا ار ولا اس بيساوي. يعني لما بعطيك عدد اذا بتقدر تجيب لي انه مضروب عددين بس ولا واحد منهم واحد اذا بتقدر تجيبها معناته بقول عدد ايش؟ مركب. ليه؟ الواحد يلا هات المثال شوفوا الواحد اكبر من واحد. طيب is it true that every integer greater than one is either prime or composite؟ زي المره الماضيه نفحصها فيما بعد. يس بس نفحصها فيما بعد. طيب هلا خلينا لحد الان اخذنا تعريف البرايم الاود والايفن والبرايم الكومبوز منيح. اليوم بدنا نشوف غير هذول التعريف. هلا عم نتعلم البروفس. بس كما تعلم البروفس نلاحظ ملاحظه انه معظم الجمل في الرياضيات نحكي في النمبر ثيوري كان بيريدن as universal or extensional state نقدر نكتبها بالفور اور او الديريك سيستم. مفهوم؟ يا بتكون جمل فور اور يا جمل ديريك سيستم. يعني اي تعميم مش احنا مش هي تعميمات زي لما نقول لما نعطي خصائص الاعداد مجموع عددين يساوي كذا كلها بالاخر بنكتب في جمل منطقيه بفور اول او ذير اكزيست. مثلا بنقول ذير اكزيست اكس تنتمي الى دي سكس ذات كيو دي مش مهم شو كيو دي جزء طويل يعني كيو بعد سوري هاي بس تكون جمله كبيره بس بدايتها ايش؟ اكس تنتمي there exists وهاي أو for all مزبوط؟ for all هيك بنكتب عادة الجملة. هلا واحنا بنعرف لما احنا هلا نقول طب الإثبات لا معلش ندور احنا إن نثبت أو ننفي معناته هاي الجمل المنطقية. كمان مرة عشان اكون دقيق لما بعمل تعميمات او تخصيصات لها علاقه بالنمبر ثيوري في ملاحظه بتقول انه معظم كل هاي الجمل نقدر نكتبها ايش؟ بفور اول اوف ذا صح؟ هلا طب انا بدي انفي وبدي افحص صحه او خطا التعميمات اللي بحاول اعملها اجيب
يعني مثلا هاي تعميم every integer greater than 1 is either prime or even. بتقدر تكتبوها بجملة منطقية؟ جملة فوضول هاي صح؟ وهاي every integer either even or odd. بتقدر تكتبوها؟ لو بدنا نفحص هاي الجملة نكتبها before all of their exist. بالتالي بدنا نتعلم نشوف كيف لو ما بندعمل approving أو disapproving لا جملها وجملها. هلا سؤال انت عشان اعمل بروفينج لا ذير اكزيست كيف بعمل عاده انا ذير اكزيست بعمل بروف ممكن تعمل ايه بعدين مثال واحد بنسحب وين جابني مثلا يعني زي ما اقول في واحد في الصف لابس جزمه سوداء بس اجيب واحد بكفي اني اكون ايش اثبت هذا الاشي. طيب كيف بنفسح الجمله هاي؟ كلهم انت انه كلهم ولا واحد فيهم كيف بنفسح انه في جملة extensional statement زي اقول مثلا في واحد بالصف لابس جزمة سوداء كيف بدك تنفي اللي قلته؟ هي كيف بدك تنفي؟ هو بالصف جيب كاونتر لا كيف سكا؟ بتجيك لواحد يعني انت بدك تثبت الكل بدك تعكس الجملة تثبت عكس الجملة ما في الجملة ماذا بدك؟ نفي شو اوكي انفي في واحد في الصف لابس جزمة سوداء هلا ننفي لانه بنقدر نجيب ولا اكزامبل ننفي الجمله هاي شو بتصير هاي؟ شو يعني؟ ولا طالب لابس جزمه سوداء اذا اثبت صحيح هي معناها صح؟ هلا اذا قدرت اذا شو بسوي هلا؟ بثبت صحيح اذا قدرت إذا هاي الجملة صحيحة إذا هاي الجملة قدرت أثبتها صحيحة كيف بدي أثبتها؟ يعني فيش كونتر إكزامبل إذا قدرت أجيب لهي الجملة أثبتها صحيحة يعني فيش كونتر إكزامبل شوي بس هيك شو أرادوا؟ بكون عملت ديسابروف طيب كيف؟ بتكون عملت ديسابروف يعني إذا ولا واحد لابس جزمة سوداء، إذا ولا واحد لابس جزمة سوداء بجيب واحد لابس جزمة سوداء، بتكون عملت ديسابروف بعدين بتجيب كاونتر إكزامبل لها بس دوري على واحد حالي وحدي لابس جزمة سوداء لأنها عملت كده يعني شو محمد كل طب هاي الجملة الأساسية شو بتقول؟ يطالب يوجد طالب واحد يلبس أسود هاي الجملة الأصلية يوجد طالب واحد يلبس أسود هلا أنت بدك تعمل كيس أبروف بثبت صحة النفي تاعها. انت بدك تثبتي؟ بدك تثبتي خطأها. شو خط يعني ايش يعني معنى خطأها؟ انه ولا واحد لابس اسود. ولا واحد لابس اسود. هيك بتقولي اه بس كيف بدك تلقي؟ بدك تروحي عليهم طالب 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 تفحصيهم؟ طيب. هلا.
حل ان فيها كل الطلاب ولا واحد لابس جيرز ولا واحد لابس اسود. هلا اذا كيف بدك تثبت هلا لا بتخطا هاي الجمله اذا الميداني انت المطلوب منك هلا اذا بتقدر تثبت هاي الجمله انت صحتها إذا قدرت تثبت صحة العكس إذا قدرت تثبت صحة العكس معناته اللي فوق إيه؟ صح معناته هاي الجملة صح إذا قدرت تثبتها. المهم هاي بتصير فور أول خلص تحولت لفور أول فنجية يعني إن في ذن دايركت جروب ليه؟ طيب جملة الفورمول كيف بقدر انفيها؟ انفيها طب كيف بقدر اثبتها؟ جميع خلينا نسميها هلا دايركت جروب. شو جميع بالمناسبة؟ نفحصهم واحد واحد ويل نفحصهم واحد واحد هلا نشوف مشاكل شو يعني مش شرط نفحصهم واحد واحد هذا هو اللي نتعلمه اليوم عنه دايركت جروبس اللي متعلم اليوم دايركت جروبس بس قبل هيك شو الى دماغي شو يعني كان طريق زامبل لو عندي هذا التعميم في عندي رقمين A و B هم ريال نمبرز A تربيع يساوي A B تربيع إذا كان A يساوي B نسبة خطأ نسبة خطأ جيب مثال واحد هاي مثلا هاي مثلا هيك يشرح تنقرا في عندي A تربيع تساوي B تربيع كل عام ما كنت تنقرا قصدك لغوية اذا A تربيع تساوي B تربيع اذا خليني اقول شباب اياها بعدين نتفق على هذا اي عدد من طبيعية تربيع ايه سوري هي اها اي عدد إذا كان التربيع الأول يساوي التربيع الثاني إذا مش إذا فقط إذا واحد إذا معناته الأول يساوي الثاني الأول يساوي الثاني خطأ معداد السالب هلا هاي اللي كسبوا باي كاونتر اكزامبل هاي اللي هاي اللي كاونتر اكزامبل اتفقنا؟ طيب هلا نيجي الى بروفين هون دايركت بروفز كنا كيف نعمل دايركت بروف بدنا نروح نفحص نقول نفحص طالب لابس اسود ولا مش لابس اسود طيب لو كنا كل الناس شعرهم احمر اي كل الناس شعرهم مش احمر شو كنا نجيبهم؟ كنا ندور نمشي عليهم واحد واحد طيب هاي مثال انا بقول لك the majority of mathematical statements to be proof are universal يعني معظم الجمل اللي بدنا نثبتها هي مش هذول هن هم فور اول مزبوط فبالتالي هاي ان جنرال يعني الطريقه اني اروح افحص كل عنصر في الدومين نسميها ميثود اوف exhaustion يعني او اسم ثاني اللي هو زي كيف اخذنا في النيوميريشن شو يعني؟ انا عندهم كلهم يعني تذكروا في حتى في اللوجيك في البروبوزيشنال لوجيك في البدايه فاليديتي اوف ارجيومنتس كنا نعمل انيوميريشن نحط كل بترول ثابت كل الحالات صح؟ لو كنا هاي مثال لو كنا اي عدد موجب اذا كان ايفن واذا كان بين الاربعه
ثلاثة يعني أقل أو يساوي أربعة، أكبر أو يساوي أربعة أو أقل أو يساوي ثلاثين، then it can be the sum of two prime numbers. Then it can be a sum of two prime numbers. يعني ممكن يكون مجموع لعددين أوليين. شو حتسويت أنا؟ حطيت كل حطيت بلش أربعة ستة ثمانية عشرة اللي هو بقول إيف 12 14 16 جربتهم كلهم أوكي بقول أوكي بس in most cases هذا الكلام مش عملي ولا منطقي ومش مش ممكن لأنه مرات بدي أعمل تعميم الدومين تبعه الدومين مش ليميت يعني مش 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 محدد مرات تكون على اعداد انفينيت نمبرز ها مش فكيف بدي انا اعمل بروف لتعميمات لاحظوا كل هذا الكلام تفهموش بس انتم رياضيات حاولوا تفهموه بالحياه بالواقع يعني واحد بيعمل تعميم واحد بيعمل تعميم لما انت بدك تناقض تعميمه او تثبت صحه تعميمه بدك تفكر بهذا المنطق بهذا المنطق بالاثبات ها هلا الحل ان ناخذ عنصر معين طريقه عشوائيه ونقيس عليه اللي هو بنسميها جينيريك بارتيكولر جينيريك بارتيكولر يعني عدد معين عنصر معين بس بزبط اي عنصر حطه بطرحه يعني عشوائي يعني بزبط ممكن نقول الاول ممكن الاخير بالنص الى الاخر ف to show that every element of a domain satisfies a certain property suppose x is a particular but arbitrarily chosen element of the domain and show هلا بعدين بتساوي show that x and show that x satisfied the problem. يعني لما بقول كل الطلاب لابسين اسود مش لابسين اسود مش لابسين بتاخذ حدا او يعني الاثبات تبعي بتاخذ واحد معين بس طريقه عشوائيه الواحد هذا واشوف اثبت انه بيزبط عليه انه فعلا مش لابس بس هذا الواحد هون السر هذا الواحد انه chosen arbitrary يعني لازم صفات تنطبق على جميع صفات ايوه لازم الصفات اللي تاخذه هذا العنصر بيمثل كل الحلقة يعني ناخذ اكس مثلا بنقول x is any number can be any number طيب عشان نكون اكثر دقه عشان لما تيجي تعمل دايركت بروف اول شيء شو بتساوي انا بعطيك جمله هلا بنضرب عليها لما بعطيك جمله بقول لك مجموع كل عددين موجبات زوجيات تطلع زوجة هلا هاي الجملة هيك لسه مش فورمال هاي حكي عام أول شيء بتسوي شو؟ اكسبريسيت ان هيك ها؟ اكتبها بالفور اول اتفقنا؟ اتفقنا؟ بدك توصل بدك لازم تعمل فور اول يعني مش لما تسمع جمله بس تروح تثبتها مباشره اول شيء عشان تتاكد من فهمها لازم تكتب الجمله بهاي السيره بعدين ستارت وذ هايبوثيسيس تقول هلا اوكي ما دام هلا صارت هيك سبوز انه عندي لي
نحشوهم كيو بتساوي كيو. في عنا مثال هذا هو نفس المثال اللي هذا اللي prove that the sum of any two even integers is zero. شو الله ايش نسوي؟ لا تقولش اقول على اسناد نايل كان التعميم هذا اذا بدك تكذب انا اللي قاعد بعلمكم فيه كمان مره كيف تثبتوا تعميمات كيف تثبتوا بروبرتيز للارقام او بشكل عام بالحياه نفس الشيء هذا حسن التعريف ما هاي هاي على فكرة
يعني هاي بتصبوا بأي شيء. طلع بس شو بس بدي أنا أقول هلا بما إنه إم بتساوي اوكي 2K وإن بتساوي 2J وإن بتساوي 2J اجمعهم إم بلس إن بتساوي 2K زائد 2J هاي بتساوي 2 في K زائد J وهي انتجر مجموع عددين انتجر هو انتجر وبالتالي 2